بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام الرملي رضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفعنا بعلومه في الدارين آمين في كتابه المسمى بغاية المأمول شرح ورقات الأصول في قراءتنا السادسة بالرواق الجاوي، نسأل المولى سبحانه وتعالى أن يتم علينا هذه القراءة. قال: ولأن معنى الاشتقاق وهو كون أحد اللفظين مشاركا آخر في المعنى والتركيب حاصل بينه وبين الأصول الآتية. وهنا واشتقاقه، وتكلمنا في الحلقة الماضية على الاشتقاق وقلنا بأن الاشتقاق على نوعين، اشتقاق أكبر واشتقاق أصغر. وقلنا الاشتقاق الأصغر هو رد لفظ إلى لفظ آخر لمشاركة بينهما في الحروف الأصلية والمعنى، وضربنا على ذلك مثالا واستوفينا البحث فيه بفضل الله تبارك وتعالى. ووقفنا عند واشتقاقه بعدما أثبت الشيخ أنه مشتق، شرع يتكلم على مادة الاشتقاق من أين أخذ. قال: واشتقاقه من آلهة بمعنى عبدا، من آلهة بمعنى عبدا، لا آلهة غلط اللي عندك، اللي ضبطها سيدي علي الشبرملسي في حاشيته على نهاية المحتاج ضبطها بهكذا بالكسر آلهة، وقال فيه بكسر اللام. طب والتشكيل اللي عندنا، التشكيل من المحقق، والمحقق ما كانش هو سيبويه، لا سيما ان احد يعني علماء الفن وهو سيدي علي الشبرملسي من علماء الشافعية الكبار، وكان يعني محيطا بعلوم وفنون متعددة ضبطها بالقلم، مش بالقلم، بالكلام. قال بكسر اللام آليها مش ألها، بمعنى عبدة، يبقى آلهة بمعنى عبدة، لأن هذا الاسم موضوع لذات من صفاتها أنها تعبد، يبقى عبدة آلهة بمعنى عبدة. وقيل من آلهة إذا تحير، من آلهة إذا تحير، يبقى آلهة قد تكون بمعنى عبدة وقد تكون آلهة بمعنى تحير. وتحير يعني مادتها حارة في أمره، يحار حيرا من باب تعبا، حارة من باب إيه؟ حارة، يحار حيرا، تعب يتعب تعبا، يبقى من باب تعبا تعبا. وحيرة لم يدري وجه الصواب، يعني يتحير، قيل بمعنى تردد، وقيل بمعنى أنه لم يدري وجه الصواب، تائها لم يدري وجه الصواب، لأن العقول تتحير في معرفته. هل يا ترى الألف هنا بمعنى يعني بمعنى كل، يعني كل العقول؟ قطعا لا، لأن هناك من العقول من لم تتحير في معرفة الله سبحانه وتعالى واهتدت لمعرفته، تحيرت يعني تاهت ولم تدري أين الصواب في معرفة الله تبارك وتعالى. وهناك عقول اهتدت إلى شرع الله سبحانه وتعالى واهتدت إلى معرفة ربها سبحانه وتعالى، لأن العقول أي بعض العقول تتحير، إما أن تتردد وإما أن يعني لا تدري وجه الصواب، تتيه ولا تدري وجه الصواب في معرفته، أي في معرفة الله سبحانه وتعالى. أو من ألهت إلى فلان، ألهت أي سكنت إليه، كما أنكم تألهون الرواق الجاوي، يعني تسكنون إليه، أي تسكنون فيه، يعني إيه؟ لا، سكون الروح، سكون النفس.
النفس تسكن في المساجد، تهدأ تطمئن وهكذا، لأن القلوب تطمئن بذكره. تطمئن يعني إيه؟ يعني تسكن، يعني تهدأ، يعني تستقر، يعني تطيب بذكره، أي بذكر الله سبحانه وتعالى. والأرواح تسكن إلى معرفته. قبل معرفة المولى سبحانه وتعالى الأرواح تتردد، تذهب في كل مكان، ولكن عندما تعرف ربها سبحانه وتعالى تستقر عند معرفته. أو من أليها إذا فزع، من أمر نزل عليه. أليها بمعنى فزع، إذا نزل به شيء أليها، يعني كأنه لاذ واحتمى بهذا. فكذلك إذا مسهم الضر في البر ضل من تدعون إلا الله. أو من أليها إذا فزع من أمر نزل عليه. وألهه غيره أجاره، أجاره عندما يعني يقع به مكروه. أو من أليها الفصيل، الفصيل اللي هو ولد الناقة أو البقرة بعدما يفطم، بيتسمى إيه؟ حاجة صغنططة كده بعد ما تتفطم تسمى فصيل. يبقى أليها الفصيل معناه أنه تعلق بأمه تعلقا شديدا، يبقى أولع بأمه. وأولع كما يقولون مبني للمفعول، أولع بالشيء أي تعلق به تعلقا شديدا. أو من ولها إذا تحير وتخبط. طب ما أنت قلت قبل كده إنه أليها بمعنى تحير، وهنا قلت ولها بمعنى تحير، ما هو الفرق ما بين الاثنين؟ إن هذا يعني حصل فيه قلب وهذا بغير قلب، هكذا فرق سيدي علي الشبرملسي في حاشيته على النهاية، لأن كل المقدمة دي ستجدها كاملة تامة في مطلع كتاب نهاية المحتاج للشمس الرملي ابن الشهاب الرملي، أخذها نصا وفصا وأودعها في كتاب نهاية المحتاج شرح المنهاج للإمام الشمس الرملي ولد الشهاب الرملي، وحش عليها طبعا سيدي علي الشبرملسي، وحش عليها المغربي، وطبعت في 8 مجلدات. قال إذا تحير وتخبط عقله، يعني لم يهتدي إلى وجه الصواب، لم يدري أين الحقيقة، وكأن أصله ولاه. لا، وكأن أصله عندي كده، ده الكتاب اهو، بص بص الكتاب بتاعك ده، انت جايبه سنة كام؟ ده الكتاب القديم ده زي كتابي اهو، مش قادر افرق الكتاب ده، واخد بالك؟ مش بخل ان انا اشتري كتاب جديد، ولكن هذا الكتاب هو اول كتاب يعني شرحت فيه الشرحة الاولى، ولذلك لا استطيع اني انا يعني افارقه، فهو صديقي وصاحبي. وقيل أصله، وقيل كأن أصله بقى عشان الشيخ خيري، وكأن أصله ولاه، ولاه هو كله كده، هو ما تعرفش يجيب منين. لا لا، فقلبت الواو، لا مكسورة، لا 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 ولاه، لا لا ولاه، فقلبت الواو همزة لاستثقال الكسرة، استثقال كسرة الايه؟ كسرة الواو. وولاه
لا ده طب وهي استثقلت ليه؟ لأن إحنا عايزين نجري بها الألسان، الألسنة، نريد أن نذكر بها الله. ولذلك يسر الله علينا وقلبت الواو المكسورة التي هي شديدة على اللسان بألف بهمزة، الله الله، بخلاف ما تقول ولاه وي. بص بص حركة الواو كده، الله الله، ساكن وشغال، السكون علامة على القلب. طب وي وي، شوف 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 مدى التعنف في إخراجها، صعب على اللسان. لاستثقال الكسرات عليها أي على الواو. وقيل أصله لاهو، مصدر يلها ليها ولاها، إذا احتجب فارتفع. في بعض النسخ احتجب وارتفع، وهذه التي شرح عليها الإمام الشمس الرملي في مقدمة نهاية المحتاج، احتجب وارتفع، احتجب وارتفع، وكأن الارتفاع معنى الاحتجاب والاحتجاب بمعنى الارتفاع. فالواو على الأخرى عطف تفسير، يعني ايه احتجب؟ يعني ارتفع، يعني الأمر واضح على هذا. قال ولذلك بيقول لك تمانية اهي، وارتفع، دي نسخة أخرى وهي أحسن. وهو يعني لفظه الجلالة، لفظ الله عربي، الوضع من الأوضاع العربية، خلافا للبلخي حيث زعم أنه معرب. يعني هل هو عربي الوضع والاستعمال أم أنه لم يكن عربيا وإنما أجرته العرب على ألسنتها واستعملته استعمالها؟ رأيي، الرأي الراجح أنه عربي الأصل والاستعمال والوضع. الرأي الثاني بأنه معرب، ما كانش في لغة العرب، ثم بعد ذلك أخذته العرب وأجرته على ألسنتها واستعملته في لغتها. ولذلك هم عرفوا المعرب بأنه لفظ غير علم استعملته العرب في معنى وضع له في غير لغتهم، ده المعرب، ده معناه كده، هكذا عرفه صاحب جمع الجوامع، قال بأنه لفظ غير علم. بيحدد إيش المعرب؟ المعرب من قبيل الألفاظ لا من قبيل المعاني. غير علم لأن الأعلام قطعا معربة كإبراهيم وهكذا معربة، ولذلك منعناها من الصرف للعجمة، يبقى هي معربة قطعا ما تتكلمش فيها. استعملته العرب في غير، في معنى وضع له في غير لغتهم، خلي بالك، لأن لو العرب استعملته فيما وضع له في لغتها يبقى عربي، لكن هي استعملته في معنى وضع له في غير لغتهم، يبقى ده يخرج به الحقيقة ويخرج به كذلك المجاز. يبقى المعرب لفظ غير علم استعملته العرب في معنى غير ما وضع له في لغتهم. في معنى وضع له في غير لغتهم. طيب يبقى هل هو بسيطة عربي الوضع والاستعمال أم أنه عربي الاستعمال وليس بعربي الوضع؟ رأيين، والراجح هو الأول. وقال البندنيجي من أصحابنا الشافعية وأكثر العلماء وأكثر أهل العلم على أنه اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى،
والإمام النووي ذهب إلى أنه الحي القيوم، وذكر ذلك في أحد كتبه. وذكر الإمام ملا علي قاري بأن اسم الله الأعظم هو الله، إذا ذكرته وليس في قلبك سواه. مش بس كده، لا ده هو مش بس اللفظ بس، ده إذا كان قلبك ما فيهوش إلا الله يبقى ساعتها ده هو اسم الله الأعظم. طب ما أنا قلبي فيه الله، لا بس في حب المال، في حب الجاه، في حب السلطان، في كذا وكذا وكذا، يبقى لم يكن القلب متمحضا لمولاه. ولذلك قول الله ادعي بي ولا يستجاب لك. لكن عندما تفرغ قلبك ويتمحض هذا القلب للمولى سبحانه وتعالى، عند ذلك إذا قلت الله وسألت به أعطاك. وقد ذكر في القرآن العزيز الذي يعني غلب الله به الكفار ورفع الله قدره ولا يعني يناله أحد بسوء، ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. هو ده العزيز، معناه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، في 2360 موضعا. إذا ده مسك القرآن كله وبدأ يطلع منه اسم الجلال، الله الله، إيه ده، إيه الجمال ده، طلع في كم بقى؟ 2360 موضع. ما عملوش يا مولانا على الشاملة وقال يا شاملة احسبيه، ده هو مسك القرآن كده وبدأ يعد ويكتب، ادي 1 2 وبدأ يكتب كل سورة فيها قد ايه والمواطن اللي ذكر فيها. لا ده استقراء، ده منهج علم رائع جدا اسمه منهج مولانا الاستقراء. احنا ليه بنحب اصول الفقه؟ لان فيها مناهج عقلية ومناهج تفكيرية رائعة جدا. والرحمن الرحيم، لا يا بقى والرحمن الرحيم، لأنها حكاية بسم الله الرحمن الرحيم، ولذلك هنا ضممها غلط لأنها حكاية عن ما في البسملة. الرحمن الرحيم لأن الباء جرت اسم، واسم مضاف والرحمن مضاف إليه، والرحمن مضاف والرحيم مضاف إليه، بس كده بسم الله وماله صفر وتيجي كده بسم الله الرحمن الرحيم صفر. بس بسم الله ادي اهو جر وادي مضاف وادي مضاف اليه، الرحمن الرحيم دي صفه لله، لكن بسم الله لا ده مضاف ومضاف اليه. طيب بتقول الاوجه الايه؟ لا ممكن يقول لك والرحمن الرحيم المذكور في البسملة كذا وكذا، ينفع يعني، بس الأفضل أن يكون على الحكاية. ينفع تقول والرحمن الرحيم المذكوران في البسملة معناهما كذا وكذا، حلو يعني حلو. أنا لكن احنا بنقول خليها على الحكاية. اللي هي ايه التقدير؟ ده احنا كنا امبارح بنشرح التقدير وانت ما جيتش، دلالة الاقتضاء، وقعدنا كانت جلسة مباركة. طيب عندك دروس تانية اكيد. والرحمن الرحيم يا سيدي ربنا يرضى عنك ويبارك لك، اسماني بنيا للمبالغة. شوف البسملة دي فيها علم، علم غريب عجيب. قال لك اسماني، بعضهم قال لك لا ده صفتين، صفتان مشبهتان بنيتا للمبالغة. اللي قال عنهم صفتين صفتان، من قال بأنهما صفتان بنيتا للمبالغة نظر إلى أصلهما، ومن قال بأنهما اسمان نظر إلى وضعهما الحالي. لأن الأصح إن الرحمن الرحيم علم بالغلبة، علم بالإيه؟ بالغلبة. يعني قبل كده كان يستعمل في الصفة ثم بعد ذلك صار
يستعمل استعمال الأعلام. فمن قال بأنهما صفتان نظر إلى الأصل الأول، ومن قال بأنهما اسمان نظر إلى الوضع الحالي. الوضع الحالي إيه؟ الوضع الحالي اسماني. طيب يبقى يعني صفتين مشبهتين باعتبار الأصل، لأن الصفة المشبهة هي التي يشترط أن تكون من لازم. طبعا قال صفتين بنيتا للمبالغة بتنزيل وأخذت من رأي، لا، يبقى هي دي الصفة المشبهة، لأن الصفة المشبهة هي التي تصاغ من الفعل اللازم. وعبر غيره بصفتين، وعبر غيره بصفتين، جميل. والراجح أن الرحمن صار علما بالغلبة. احنا قلنا العلم بالغلبة ايه؟ مش عرفناه قبل كده؟ ما كان له عموم بالوضع ثم عرض له خصوص بالاستعمال. ما كان له عموم بالوضع ثم عرض له خصوص بالاستعمال، أو نقول ما كان موضوعا لعام ثم بعد ذلك استعمل في الخاص، ده العلم بالغلبة. طيب جميل قوي، يبقى هو بيقول صفة مشبهة. طب والصفة المشبهة ايه؟ قالوا الصفة المشبهة هي الصفة المصوغة من فعل قاصر لغير تفضيل لإفادة نسبة الحدث إلى موصوفها. يبقى نقولها تاني، يبقى هي الصفة المصوغة. مصوغة يعني ايه؟ يعني مأخوذة ومبنية ومعمولة من فعل قاصر. أنا عندي الفعل نوعين، في فعل قاصر وفعل متعدي. قاصر يعني أنه قاصر على فاعله لا يتعدى إلى مفعول، سهلة جدا. متعدي يعني ها يتعدى إلى مفعول أو مفعولين. طيب وإما أن يكون بنفسه وإما أن يكون بحرف. وعندنا في الألفية باب كده اسمه الفعل القاصر، يبقى من فعل قاصر لغير تفضيل، يعني جعلت لغير تفضيل. التفضيل معناه ايه؟ معناه مقارنة ما بين اتنين، احدهما قد اخذ من هذا الوصف اعلى مما اخذه الاخر، يبقى هي صيغة لغير تفضيل لإفادة نسبة الحدوث لموصوفها، لإفادة ان هذا الموصوف قد حدث له هذا المعنى وهذه الصفة، وحدثت وثبتت. زي مثلا فلان حسن وجهه أو قبح فعله، الوهابية قبحت عقيدتهم، حاجة زي كده. يعني احنا ما نقول بقى يعني صاروا زي عقيدة قبيحة، والقبح لازم لعقيدتهم يا مولانا. طيب يبقى الصفة المشبهة هي عبارة عن صفة، هذه الصفة صنعت من فعل قاصر، وصنعت من أجل، لا من أجل أن نفضل شيئا على شيء، إنما صنعت من أجل إفادة نسبة الحدث إلى الموصوف على وجه الاستمرار. حسنا، حسن وجهه، وساء فعله، هي تصاغ من هذا. زي عندنا الرحمن الرحيم باعتبار الأصل، الرحمن الرحيم، يبقى هي صفة. طيب صفة مصوغة من ايه؟ المصوغة من فعل، ما هي قدامنا. يلا نضرب مثال بهذا، نكتب على السبورة؟ لا. يبقى عندي الرحمن الرحيم، يعني ايه بقى صفة؟ ويعني ايه سموها مشبهة؟ ليه سموها مشبهة؟ لأنها مشبهة باسم الفاعل. لكن الفرق بين الصفة المشبهة واسم الفاعل ان الصفة المشبهة مستمرة مع موصوفها، واسم الفاعل
ليس مستمر مع موصوفه. الفرق ما بين الاثنين ان الصفة المشبهة مستمرة دائمة لازمة مرافقة دائما معه، واسم الفاعل ليس كذلك. زي ملكي ومالكي، ملكي يوم الدين، في قراءة ملكي قيل بأنها صفة مشبهة. طب ومالك؟ مالك يعني اسم فاعل. وما الفرق بينهما؟ إن اسم الفاعل معناه ليس مستقر وثابت له دائما بخلاف الصفة المشبهة. طب انت بتقول لا ده ربنا ده حاجة تانية، احنا بنقول بالنسبة للمخلوق، اما ربنا ده له كل شيء. طيب خلصنا، قلنا انهما اسمان، وبنيتا يعني ايه بنيتا؟ يعني صيغتا صنعتا للمبالغة، المبالغة يعني لإفادة المبالغة. والمبالغة في أسمائه كناية عن كثرة المتعلقات، يعني المبالغة ليست في ذاتها، لأن صفات الله سبحانه وتعالى ليس فيها من حيث ذاتها زيادة ولا نقص. طب ما انت بتقول مبالغة يعني في زيادة، لا، الزيادة في المتعلقات لا في أصل الصفات. أصل ناقص وزايد لا، ده انت ممكن تخرج بهم من ملة الإسلام. ولذلك قالوا المبالغة في أسمائه كناية عن كثرة المتعلقات، فمدلولها يعني مدلول الصفة المشبهة زائد على مدلول اسم الفاعل من حيث المتعلقات، يعني ما يتعلق به اسم الفاعل من أفراد أقل مما يتعلق به أو مما تتعلق به الصفة المشبهة من أفراد. لو كان الصفة المشبهة بنقول الصفة المشبهة مستمرة على طول، اسم الفاعل شوية وبينتهي. ده بالنسبة للإيه؟ بالنسبة لأفرادها، بالنسبة لأفراد الصفة. يبقى المبالغة في أسمائه سبحانه وتعالى لا في الذوات وإنما في المتعلقات، فمدلولها أي أفرادها التي تعلقت به أعلى من أفراد التي تعلقت باسم الفاعل. طيب قال من رحمه، هنا نبه علماؤنا على شيء مهم جدا، وهو الاشتقاق بيبقى من الفعل أم من المصدر. اختلف علماؤنا في ذلك، ذهب البصريون إلى أن أصل المشتقات المصادر، وذهب الكوفيون إلى أن أصل المشتقات الأفعال، والراجح مذهب البصريين على مذهب الكوفيين. لكن ده هنا بيقول من رحمة، هو على تقدير مضاف أي من مصدر رحمة. طيب انت بقولت بقى الرحمن والرحيم وصيغتا من فعل قاصر، طب رحمة ده مش فعل قاصر، ده فعل ايه؟ متعدي. الدليل على هذا تقول رحم الله عباده المتصوفة. يبقى رحم ايه؟ متعدي ولا قاصر؟ لا، رحم متعدي لأنه تعدى إلى مفعول. طب ازاي أنتم تقولون بأن الصفة المشبهة من شرطها أن تكون من فعل، من مصدر فعل قاصر؟ قال ما هو احنا عملنا ايه؟ نزلنا الفعل المتعدي منزلة الفعل القاصر، بمعنى اننا قطعنا الامداد، قطعنا التعدي، فصلناه عن مفعوله،
أقمناه مقام الفعل القاصر فجعلناه لا يصل إلى المفعول، فكأن رحم صارت بمعنى رحم. قالوها كده رحم، هتبقى بالإيه؟ هتبقى رحما، لا مش رحم، رحما. يبقى رحمة أصبحت إيه؟ بمنزلة رحما، رحم الله، بس كده يعني ثبتت رحمته بس كده. ولكن هذه القاعدة لا تتعدى إلى المضارع. في إيه؟ يعني لا نقول رحما يرحم، هذا بالنسبة، ولكن لا، ده في التخيل الذهني. ده هو بيقول أنا بعمل كده من أجل أن تستقر القواعد، من أجل ألا يكون هناك أفراد شاذة. هو مين اللي قال لنا؟ هو الواضع جه وقال لنا الكلام ده؟ ده احنا بنتخيل الوضع تم ازاي. ده علم الوضع، ده علم غريب عجيب. كل ذلك عبارة عن تخيلات. ما الذي دعا إلى هذا التخيل؟ الذي دعا إلى هذا التخيل أننا نريد أن تسير القواعد مضطردة لا مضطربة. لأننا لو قلنا بأنها من فعل متعد لا اضطربت القاعدة، لا اضطرب التعريف. لكننا نتخيل بأنه لي حلين. الحل الأول أن نجعل رحمة بمنزلة رحمة، يعني إيه؟ يعني أنها لا تتعدى إلى مفعول. فعندما مثلا نقول رحمة الله، معناها إيه؟ معناها ثبتت رحمته وكثرت رحمته وزادت رحمته، لا بمعناها أن هذه الرحمة قد انتقلت إلى المفعول وهو العبد. دي مسألة ذهنية، مسألة افتراضية، احنا بنفكر ما الذي دار في ذهن الواضع. خلي بالك دي مسألة دقيقة جدا. هو الواضع عمل ايه؟ ده احنا بنفكر، ومين اللي وضع اصلا؟ ده في ارجح الاقوال، ده اذا قلنا بان اللغة توقيفية، وممكن يقول لك لا ده اصطلاحية، ويقول لك بعضها اصطلاحي وبعضها توقيف، ويقول ده كلام ستة مذاهب سنذكره، سنذكر هذه المذاهب في المنهاج، ست مذاهب. لكن احنا كل ده ما شفناش الواضع، لكن احنا بنتخيل ايه اللي حصل. طب بتتخيل ليه؟ احنا عايزين توقيف. طيب دونك خرط القتات، يعني مستحيل ان تقف على ما دار، ماذا صنعه بالفعل الواضع، ما عندكش اسناد بهذا، ده انت اصلا مختلف. هو مين الواضع؟ قال بتنزيله، اي لفظ منزلة اللازم، خلصنا من هذه وانتهينا وشرحنا ما فيه، او بجعله لازما، او ان نصيره لازما بداية. لكن الاول هيقول لا، هو على ما هو عليه، لكنني سأجعله في العمل يعمل عمل اللازم، بس هجعل الصيغة زي ما هي، هو من رحمة، لكن بعد ايه؟ بعد التنزيل. والتنزيل معناه ايه؟ معناه انني اقطع ان يتعدى الفعل الى مفعول. والثاني بيقول لا، ده فيه الوضع نفسه، هو في البداية اصلا من رحمة بس كده، مش من رحمة. خلصنا. قال ونقله، او بجعله لازما، ونقله اللي هو من رحمة الى رحمة بالضم، زي كرمة وحسنة، يعني صار ذا كرم وذا حسن. ورحمة معناها ايه؟ كثرت رحمته. خلاص احنا انتهينا من البنية اللفظية، نريد بعد ذلك ان ننتقل الى المعنى. البنية اللفظية اتنين، اما بالتنزيل واما بالتصير. بالتنزيل يعني ايه؟ يعني هنجعل الفعل المتعدي منزل منزلة الفعل اللازم، يعني ايه؟ يعني لا يتعدى الى مفعول، او بان نصيره ابتداء على هذا الوزن.
فننقل رحمة اللي موجودة في القواميس إلى رحمة، ويبقى كأنه ملاحظ فيه أنه مأخوذ من رحمة. كحسنة وكرمة وظرفة، كل دي صفات مشبهة، وقبحة، وهكذا. والرحمة لغة، لغة قالوا بأنها إما منصوبة على نزع الخافض يعني في اللغة، أو تمييز، أو حال. ذكر الشيخ البجرمي في حاشيته على الإقناع 5 أوجه. إيش بقى الرحمة؟ قالوا رقة القلب وانعطاف يقتضي التفضل والإحسان. رقة القلب مضاف ومضاف إليه، الإضافة إما أن تكون على معنى في، على معنى من، على معنى اللام، عند البيانيين بتسمى إضافة بيانية. طب الإضافة هنا بمعنى إيه؟ رقة القلب، رقة هي القلب، ما تنفعش، لأن الرقة مش هي القلب، والقلب مش هو الرقة، قلب أوسع من الرقة كمان. ده القلب محل والرقة حال، يبقى على معنى فيه الظرفية، لأن القلب ظرف والرقة مظروف، ولكنها ظرفية مجازية. هو أنت أصلا عارف القلب ده جوهر ولا عرض؟ ده الناس مختلفة فيه، مش القلب الصنوبري ده اللي هو لا، أخد بالك، رقة القلب يبقى هي، حتى ولو تصورت إنه هو يعني حسي، طب وهي الرقة حسية؟ ده الرقة مجازية، رقة معنوية. يبقى هو برضك الظرفية هنا ظرفية مجازية. طيب رقة القلب، رقة في القلب، رقة للقلب، رقة من القلب، لا هي رقة في القلب، لأن القلب ده جواه الرقة دي. طب ايه الرقة؟ الرقة معروفة يعني، مش عايزة، لا تحتاج إلى تعريف، لأنها بديهية، عبارة عن معنى داخلي، معنى وجداني، معنى باطني. رقة في القلب، هذه الرقة رقة وانعطاف. عارفين انتوا العطف؟ عارف العطف؟ ده العطف اللغوي، عطف القلب، بتعطف عليه بقلبي، جميل زي قلبي كده، طيب زي تبقى القلب، معاني قلبية أيضا. لكن الرقة سبب، والانعطاف مسبب، يعني عندما يرق القلب لشيء يتعاطف معه. سأعطي لكم مثال أعتقد أنني ذكرته في كل شرحة من الشرحات. رأيت أنت امرأة كبيرة السن، رأيت امرأة كبيرة السن تحمل شيئا ثقيلا، وهي تتألم من حمله، فرق قلبك لها وانعطف. ما هو الرقة دي عبارة عن ميل، ميل قلبي إلى حالتها كده، وتعطفت عليها أيضا بقلبي، ثم بعد ذلك ذهبت إليها وحملت عنها. يبقى دي 3 أشياء: رقة القلب، ثم بعد ذلك تسبب عن هذه الرقة انعطاف، ميل آخر لحالها، تعاطف معها، تعاطفت معها، رقت ليها وتعاطفت، انعطاف اللي هو ايه؟ التعاطف، انعطفت معها. ثم بعد ذلك نهاية الأمر انه ما يبقاش احساس وبس، لا يقتصر على الأحاسيس، ولكن ينبغي ان يتطور الأمر الى مساعدة ومعونة.
رحت شايل عنها، يبقى هي دي الرحمة. الرحمة عندما تجد رجل كبير يريد أن يخطي الطريق والمرور والسيارات تعارضه ولا يستطيع، أن يرق قلبك له، أن يرق قلبك له، ثم بعد رقة القلب تتعاطف معه، ينعطف تنعطف إرادتك أو ينعطف قلبك معه، ثم بعد ذلك تقوم وتأخذه وتوقف السيارات وتجعله يمر. هذه هي الرحمة. ده في المخلوق، ده انت بتقول عطف انعطاف ورقة ومايل، ده انت أو عندما رأيت الرجل الكبير يبكي تحرق قلبك معه وآلمك، يعني شفت حصل إيه؟ حصل تأثر، حصل انفعال، حصل تغير، الله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك. قال هي رقة القلب وانعطاف يقتضي هذا هذه الرقة وهذا الانعطاف، يطلب منك أن تتفضل على هذا الكبير وهذه المرأة وأن تحسن إليها بالمساعدة. فالرقة والانعطاف بدايتها والمساعدة نهايتها. قال فالتفضل غايتها يعني نهايتها، يقول إليه الأمر. وأسماء الله تعالى المأخوذة من نحو هذا يعني من كل ما استحال معناه الحقيقي على الله سبحانه وتعالى، لأن ربنا لا يوصف بهذه الصفات، لا يوصف لا بالرقة ولا بالانعطاف، لأن هذه الأشياء صفات للناقص الذي يتأثر بالأشياء الذي يتغير مع الأشياء، والله سبحانه وتعالى منزه عن هذا. قال وأسماء الله تعالى المأخوذة من نحو ذلك يعني من كل ما استحال معناه الحقيقي على المولى سبحانه وتعالى، إنما تؤخذ باعتبار الغايات، باعتبار النهايات، ما هي لها بداية وليها نهاية، بدايتها ضعف ونهايتها مساعدة أو إرادة المساعدة. فعندما تؤخذ أسماء الله تبارك وتعالى من هذا تحمل على النهايات لا على البدايات، لأن البدايات محالة في حقه سبحانه وتعالى، وأما النهايات فليست محالة، لأن النهاية عبارة عن إرادة أو إحسان. قال إنما تؤخذ باعتبار الغايات التي هي أفعال، يعني هي أفعال بمعنى إيه؟ بمعنى أن أنا شلت مع الست، شلت مع الست الحمولة الثقيلة، أوقفت الطريق لهذا الرجل الكبير، يبقى أفعالها، أو إرادة، إرادة لأن أفعل هذا، دون المبادئ، دون الأوليات، المبادئ اللي هي إيه؟ اللي هي رقة القلب وانعطاف، وكلاهما محال على الله، التي تكون دون المبادئ، التي تكون انفعالات، انفعالات جمع انفعال، والانفعال ده عبارة عن قبول الأثر، يعني وانت ماشي كده هو شفت امرأة كبيرة تبكي فتحرك قلبك لها وآلمك ذلك، يبقى ايه اللي حصل؟ اللي حصل التأثر، التأثر ده بيسموه ايه؟ انفعال، قبول الأثر. عندك الشمع، الشمع ده أتعرفون الشمع أم لا؟ عندما تضغط عليه هكذا يتأثر ويقبل الضغط أم لا؟ طيب يبقى ده مفعول فيه. ربنا بقى كده مفعول فيه؟ لا، ما ينفعش، لأن ده بيقتضي إيه؟ بيقتضي الضعف، والله سبحانه وتعالى منزه عن هذا، بيقتضي سلب الاختيار، والله منزع عن هذا. ايه ده كل الكلام ده؟ واللوازم دي كلها. طيب قال
فالرحمة في حقه تعالى معناها إرادة الإحسان، فتكون صفة ذات، لأن الإرادة صفة من صفات الذات، أو الإحسان نفسه اللي هو العطاء اللي هو المساعدة، فتكون صفة فعل. فيبقى الرحمن إما صفة ذات وإما صفة فعل. صفة ذات يعني إرادة، صفة فعل يعني إحسان، يعني إثابة، يعني عطاء. فهي إما مجاز مرسل في الإحسان أو في إرادته. وكان الأحسن كما يقول سيدي علي الشبرمليسي أن يقول هي حقيقة شرعية في الإرادة أو الإحسان، لأن هي بالاعتبار المبدأ الأول كانت مجاز، ثم لما كثر استعمالها صارت حقيقة إيه؟ حقيقة شرعية. يبقى هي في اللغة حقيقة لغوية، مجاز لكنها حقيقة شرعية، يعني الشرعي ينظر إلى أصلها بالمعنى اللغوي فيقول هي مجاز، لكن عندي أنا في استعمالي وفي وضعي وفي استعمالات الشرعيين لا حقيقة. يبقى هي الأحسن أن يقول هي حقيقة شرعية، فالشرع قد وضعها وقد استعملها، مش وضعها، قد استعملها في إرادة الإحسان أو في الإحسان نفسه. واضح، كلام رائع جدا، كلامهم مش كلامي. ها؟ بارك الله فيك، ده من حسن أدبك. وإما استعارة تمثيلية، ده بيقولوا التمثيل هو مش تمثيل حرام يا مولانا. وإما استعارة تمثيلية بأن طب والاستعارة التمثيلية دي معناها ايه؟ نشرح معناها، كله موجود على الكتاب، جرحناها احنا الاستعارة التمثيلية دي كتير. قالوا الاستعارة التمثيلية تركيب استعمل في غير ما وضع له لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة معناه الأصلي. تركيب، يبقى دي تركيب، إما تركيب حقيقي أو قائم مقام التركيب الحقيقي زي الرحمن والرحيم. قالوا تركيب استعمل، هذا التركيب، تركيب يعني إيه؟ يعني جملة. استعملت هذه الجملة في غير موضوعها اللغوي كما هو الحال معنا، مع وجود قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي. القرينة المانعة من إرادة المعنى الحقيقي هو الدليل العقلي على أن الرحمة باعتبار مبدئها محالة الثبوت في حق الله سبحانه وتعالى. يبقى مع قرينة مانعة من إرادة معناه الأصلي، بحيث يكون كل من المشبه والمشبه به، احنا بنقول اهو في مشبه وفي مشبه به، لأن القضية ايه؟ ده حال ربنا مع عباده وحال الملك مع رعاياه. شفت ده ايه حالتين هم، ادي مشبه وادي مشبه به، بحيث يكون كل من المشبه والمشبه به هيئة منتزعة، صورة. هيئة يعني ايه؟ يعني صورة مكونة من عدة اجزاء منتزعة من متعدد، وذلك بأن تشبه احدى صورتين منتزعتين من أمرين أو من عدة أمور بصورة أخرى. وقالوا لا يشترط أن يكون يعني كل الألفاظ موجودة. فهنا إيه اللي حصل؟ اقرأ ارجع تاني بقى، بيقول لك أهو بأن مثلت، أهو مشبه والمشبه به، حاله سبحانه وتعالى أي مع عباده، مع من خلق، مع من رزق، بحال ملك عطف على رعيته، يعني رق قلبه لرعيته،
بيحبهم، بيعطف عليهم، بيتودد إليهم، ورق لهم فعمهم بمعروفه، أحب بلده، أحب وطنه، خاف على وطنه، فسعى من أجل حماية البلاد والعباد. يبقى حال مين؟ يبقى حال الله، حال المولى الكريم مع عباده كحال هذا الرجل الذي رق قلبه لرعاياه وانعطف قلبه معهم وصار يعمهم بالمعروف. كل يومين ثلاثة مكافأة للرعاية، شهر، واخد بالك؟ الضرائب عليكم كم أيها الرعية؟ 20% ضرائب. خلي الله يهد حيلك، ده ذبح، مش عطف على قومه، ده ذبح قومه. ده قاعدة رعاياه. الواد برضك عايز يسيس الحلقة، بس مع مين؟ ده بيقول لك مالك التاني، مش مالك التاني رئيس، ها؟ ثم بيقول لك هو اللي عطف من جيبه مش من ميزانية الدولة، صح ولا لا؟ فما يلعبش معانا. يعني واللي قبله، ها، اللي قبله يعني كان بيرحم رعاياه رضي الله عنهم، رضي الله عنهم جميعا. انت خبيث يا بأن مثل، بأن مثلت، بس لذيذ يعني. حاله بحال ملك عطف على رعيته، شاف حال رعيته، وجد ان حال رعيته ده يسر عدو ولا حبيب، معناها كده الشعب مش لاقي ياكل. فعمل ايه بقى مع الشعب؟ رق للشعب وحن على الشعب وصرف كل ما يملك على شعبه، اعطاهم من الاموال ورفع عنهم الضرائب واعطاهم كل شيء ببلاش، اللحمه، واخد بال حضرتك بقى، من غير فلوس. اهو يا جدع الشيخ الرملي بيقول كده والله، بس المشكله في الاسقاط، كل يغني على ليلى. المحب هيحمل هذا الكلام، واخد بالك، ويراه من زاويته ومن قلبه. والواد اللي في قلبه حته اخوان كده، واخد بالك، يتصور ان ده في فلان الفلاني. كل يغني على ليلى والحقيقه تائهه في قلوب العباد. طب نرجع بقى نلم الدور شوي، لحسن شكلها مش هيبقى في رواق جوي تاني، هتنتهي بالكاوي. قال ورق له، يعني رق للرعية هذا الملك، فعمهم بمعروفه. الشعب بقى يأكل، الحمد لله، بقى بيتعلم ببلاش، بقى بيشرب ببلاش، بقى الشعب كله ساكن في الفلل، بقى كل الشعب عنده موبايلات، وبقت حاجة زي الفل. هو حال المولى الكريم مع عباده هكذا، فمثل هذه الصورة بهذه الصورة، أو يبقى دي الرحمة مش ده العقاب والعذاب. قال بعد ذلك فأطلق عليه الاسم. يعني الحالة ديت التي بدأت بالرقة والعطف والانعطاف، ودعت بعد ذلك إلى العموم بالمعروف والشمول بالعطايا والهبات، أطلق على اسم هذا الملك أنه إيه؟ أنه رحمن. يبقى شبه هذا بهذا، فأطلق عليه الاسم، وأريد به، مش بقى الرقة والانعطاف وإلى آخره، لا، ده أريد به الغاية اللي هو إيه؟ أنه رافع الضرائب عنه وأكلهم وشربهم وكساهم وما عدهمش على الخوازيق. دي الحاجة الوحيدة اللي ببلاش. فأريد، فأطلق عليه الاسم وأريد به غايته، والله اللي بتيجي كده ما أعرفش بتيجي إزاي، التي هي فعل. الولد مش قادر، الولد كأن المسألة جت في الصميم،
أو إرادة أو إرادة مبدأه الذي يا راحت الكلام راح فيه فأطلق عليه الاسم فأطلق على الله سبحانه لا فأطلق على هذا الملك هذا الاسم جميل طيب مع ربنا بقى أطلق عليه نعم الاسم لأن حالته لأن حالته مع يعني عباده كحالة هذا الملك مع رعاياه لكن عندما أطلقنا الاسم على الله إنما أطلقناه عليه باعتبار النهايات لا باعتبار البدايات لأن البدايات فيها انكسار فيها قبول للأثر فيها انعطاف وكل ذلك من الضعف الذي لا يليق بحال المولى سبحانه وتعالى ولأن ذلك انفعال والانفعال محال على الله لأن الانفعال ينفي الاختيار الانفعال يجعله يتغير ويتأثر وهذا محال فأطلق عليه الاسم وأريد به غايته التي هي فعل أو إرادة لا مبدأه يعني لم يرد به مبدأه الذي هو انفعال الانفعال اللي هو فين اللي هو في رقة القلب في رقة القلب في الانعطاف في التأثر بحال الرعية ما هو لا الرعية صعب المستشفيات مشكلة بيخش فيها الراجل سليم بيطلع متشال على مربع بيدفن حاجة فراح عمل بنا واخد بال حضرتك مستشفيات على حسابه وعدت المسألة والرحمن أبلغ من الرحيم إزاي ده أنت بتقول باعتبار الأصل صفة فالصفة أبلغ وأزيد من الصفة قلنا باعتبار المتعلقات باعتبار متعلقات الرحمانية أعلى من متعلقات الرحيمية حلوة ليه بقى لأن القاعدة تقول بأن الزيادة في الألفاظ تدل على الزيادة في المعاني بصورة سهلة خالص الكتاب ده يعني كتاب منفوح وإن شاء الله قريبا سنختمه في هذا الرواق المبارك إن شاء الله مع الصبر نختم هذا الكتاب قال لأن زيادة البناء زيادة البناء يعني زيادة الألفاظ عندي الرحمن رحيم رحمن رحيم لأن زيادة البناء تدل على زيادة المعنى غالبا اكتب كده جنب غالبا الزيادة في المبنى تدل على الزيادة في المعنى غالبا ومشايخنا كانوا يقولون يعني بشروط كما في قطع وقطع قطعة ثلاثية قطعة أربعة أحرف لأنه إيه مكرر الوسط فعلى مشدد العين مكرر العين يبقى قطعة يدل على قطع يسير وأما قطع يعني جعله أجزاء قطع شوف اللفظ قطع يعني إيه مرة اثنين ثلاثة قطع يعني مرة واحدة أو مرتين يبقى الزيادة في البناء تدل على الزيادة في المعنى كما في قطع وقطع ممكن تبقى قطع يعني فصل الجلد عن بعضه كده ولكن قطع يعني ظل يضرب حتى يفصل ثم يضرب الثاني والثالث وهكذا وكبار وكبار من الكبر يعني يعني ده متكبر كده وده متكبر بس تكبر أشد من الآخر ككبار وكبار أي من الكبر هذا كبر يسير وهذا كبر عسير أو كثير الكبر ونقض يعني أن هذه القاعدة قد نسفت وأزيلت وأورد عليها أنه
وجدت الألفاظ القليلة وكانت أكثر معنى من الألفاظ الكبيرة أو الكثيرة، كحذر وحاذر. كانت القاعدة تقول إيه؟ تقول إن حاذر أبلغ وأكثر معنى من حاذر، ولكن الأصل انعكس وكان لفظ حذر أعلى في المعنى وأزيد في المبنى من حاذر. حذر يعني حذرا شديدا، صار الحذر له سجية وملكة ولازمه الحذر، وأما حاذر يعني حصل له صفة الحذر ثم زالت عنه. وأجيب عن هذا الاعتراض بأن ذلك أكثري لا كلي. ولذلك عندما قلنا غالبا أخرج هذا الفرد، وأجيب بأن ذلك، بأن هذه القاعدة التي سبق ذكرها والتنبيه عليها، أكثري يعني أغلبي لا كلي. أصل كلي لا يخالف الأغلبي، ستجد له أفراد، هذه الأفراد خرجت عن أصل القاعدة. ولكن برضك يقول له طيب أنا ماشي مع القاعدة، خلينا نقرأ الكلام لأن كلام جميل، منهج علمي في كيفية تناول الأشياء وفهمها وضبطها، وأنه لا ينبغي الخروج عن القاعدة. قال وبأنه لا ينافي، قال وبرضك من جهة أخرى ممكن يقوم في الأقل معنى وصفة أخرى جعلته أعلى في المعنى من الأكثر ألفاظا. يعني ممكن الرفيع ده تقوم به يعني صفات تغلب المليان، صح ولا لا؟ ممكن يكون واكل كويس والمليان ما نمش 3-4 أيام فتصارع فالرفيع غلب التخين، بس لا من أجل التخن ولا من أجل الرفع، وإنما من أجل أمور أخرى عرضت لهما جعلت هذا الرفيع يغلب هذا المليء. يبقى هي زيها كده، يعني حذر وحاذر. إيه اللي خلى حذر أعلى من حاذر؟ قال لأنه جاء على وزن أمر يلازم. عارف لو ما جاش على هذا الوزن وجاء على وزن آخر ما كانش كان كذلك. فالذي جعله أكثر معنى أمر خارجي لا علاقة له بقلة الحروف ولا بكثرتها، وإنما له علاقة ببنية أخرى وهي الصفة المشبهة. نعم. وبأنه لا ينافي أن يقع في الأنقص، يعني في الأنقص حروفا، اكتب جنبها كده، على الأزياد حروفا. اكتب شوية تعليقات كده لطيفة منيفة. زيادة معنى بسبب آخر. يبقى في سبب آخر خارجي هو الذي جعل هذا القليل أعلى معنى من هذا الكثير، كمجيئه مثلا على وزن الصفة المشبهة، أو وجود دليل خارجي على أنه أزيد وأقوى في ذاته، كالإلحاق بالأمور الجبلية كما هو معنى كما هو الحال. يعني عندي مثلا أنا ألحقت هذا القليل بالأمور الجبلية، الأمور الجبلية دي أمور لازمة لموصوفها لا تفارقه، كإنسانيتي وكإنسانيتك، مثل شره ونهم، وهذان مثالان للجبليين. طب شره ونهم، يعني شره ونهم لما كانت بنية الكلمة من الأمور الجبلية جعلته أزيد معنى، لا في القلة والكثرة وإنما في بنية الكلمة في الصفة الملازمة له.
وبأن الكلام فيما إذا كان الملتقيان أي المتحدان في الاشتقاق متحدي النوع في المعنى، كان الاثنين متحدين في أصل المعنى ولكن حذر وحاذر مش متحدين في أصل المعنى، ده معنى كلامه كده. كغرث وغرثان يعني كثير الجوع، غرث وغرسان وهما صفتان مشبهتان، وصد وصديان يعني عطشان، لا كحذر وحاذر للاختلاف. اختلاف في ايه؟ بأن الملتقيين مختلفين في الاشتقاق، لأن هو شرط أن يكون الملتقيان في الاشتقاق متحدين النوع في المعنى، معناهم في أصل المادة واحد ولكن حذر من مادة وحاذر من مادة أخرى كما ذكر الشيخ هنا. طيب قال: وإنما قدم وهو الرحمن الذي هو أكثر معنى أو أكثر متعلقا من متعلق الرحيم، وإنما قدم والقياس أي والقاعدة في هذا تقتضي الترقي من الأدنى للأعلى. نذكر الأقل متعلقات ثم بعد ذلك نذكر الأكثر متعلقات. طيب كقولهم عالم نحرير، ما قلش نحرير عالم، لا، أبدأ بالأخف ثم بعد ذلك أبدأ بالأكثر. عالم نحرير، نحرير يعني إيه؟ يعني ده متقن، ده عميق الفهم، زي مولانا الإمام كده. نقول مولانا الإمام أو مولانا الشيخ علي جمعة عالم النحرير، ما قلش مولانا الشيخ علي جمعة نحرير عالم. لابد أن أرتقي من الأقل في الصفة ثم بعد ذلك أتبعه بالأكثر. وجواد فياض يعني كثير العطاء، وفياض ده إيه؟ ده كأنه فيضان، فيض جاي من فيضان من العطاء، أيضا رأينا هذا في مولانا عالم النحرير. وجواد فياض لأنه صار كالعلم، دي علة بقى للتقديم. يبقى قدمنا الرحمن على الرحيم على عكس القاعدة التي تقول قدم الأقل متعلقات على الأكثر متعلقات. لماذا؟ قال: لأن الرحمن صار كالعلم. صار كالعلم بمعنى إيه؟ بمعنى أنه علم بالغلبة من حيث إنه لا يوصف به غيره، من حيث إن الرحمن لا أو لم نجد أحدا وصف بأنه رحمن، من حيث ده تعليل، إنه أي الرحمن لا يوصف به غيره أي لا يوصف به غير الله، لأن معناه المنعم الحقيقي. وفي حد منعم حقيقي؟ حتى لو أنت وصفت ده صفة كاذبة لا حقيقية، لأن الرحمن هو المنعم الحقيقي البالغ في الرحمة غايتها نهايتها. ولذلك عندما يرحمك لا يرحمك أحد كرحمته سبحانه وتعالى، حتى أمك وأبيك. وذلك لا يصدق على غيره، من الذي يصدق عليه أنه منعم حقيقي؟ كل الذين ينعمون ويعطون إنما يعطون عطاء منقوصا، من الذي يملك ملكا حقيقي حتى يعطي؟ هو الله، وأما البقية فلا يملكون شيئا. البالغ في الرحمة غايتها، وليس أحد يبلغ في الرحمة الغاية القصوى والنهاية العظمى إلا الله سبحانه وتعالى.
بل رجح بعضهم كونه علما، لأنك بيقول لك كالعلم، ورجح بعضهم أنه علم يعني علم بالغلبة، يبقى الأولاني كالعلم مش علم بالغلبة، يعني هو مثل العلم في أنه لا يوصف به، والعلم كذلك لا يوصف به. وبعضهم قال لا، الراجح أنه علم بالغلبة يعني كان صفة ثم بعد ذلك صار علما على الله سبحانه وتعالى. ولأنه يعني الرحمن لما دل على جلائل النعم أي على عظائمها وأصولها، يعني أصول النعم، لأن النعم لها أصول ولها فروع، ذكر الرحيم حتى يتناول ما دق منها أي من النعم ولطف، يعني النعم الصغيرة والنعم الكبيرة، يبقى هو كل عطاء المولى سبحانه وتعالى ليكون الرحيم كالتتمة، يعني انت ذكرت النعم الكبيرة والنعم الصغيرة أيضا كالتتمة له والرديف، يعني كأنه يتممه وكأنه يرادفه ويرافقه. وللمحافظة على رؤوس الآية أي في القرآن، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. طب اقلب بقى كده، بسم الله الرحيم الرحمن، الحمد لله رب العالمين، هتختلف رؤوس الآيات، مش هيبقى ليها موسيقى واحدة، بيسموها يا مولانا موسيقى. قال وبدأ المصنف إمام الحرمين بالبسملة، بدأ بها يعني بدأ بذكرها اقتداء، يبقى اقتداء ده مفعول لإيه؟ مفعول لأجله، يعني بدأ للاقتداء، والاقتداء هو الاتباع، اقتديت به يعني سرت وراءه، بالكتاب يعني اتباعا للكتاب، فعلنا كما فعل الكتاب، الكتاب العزيز اللي هو القرآن، العزيز يعني الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وعملا بخبره، يبقى اقتداء وعملا، يعني عملا دي معطوفة على اقتداء. وهنا في فائدة لطيفة قوي، يقول لك عبر بالاقتداء في جانب الكتاب وفي السنة بالأمر، خد بالك أو للاقتداء، أصله الاقتداء ده معناه إيه؟ معناه الامتثال، إن أنا بفعل كما فعل حتى وإن لم يأمرني، يعني شفت الشيخ ماشي كده بمشي وراه، هو أمرني أن أمشي وراه؟ لا، بس أنا اقتديت به، اقتفيت أثره. فالاقتداء يأتي على المماثلة في الأفعال وإن لم يكن هناك أمر، وأما العمل فالعمل يتوقف على أمر. فلما كان جانب السنة منبها وآمرا بذلك أي بالبداءة بالبسملة، جعل التعبير في جانب السنة بالعمل لأن السنة أمرت به، ولما لم يكن في الكتاب أمر بأن نفعل كما فعل عبر في جانبه بالاقتداء، قال لك أنا مشيت وراء الكتاب ونفذت أوامر السنة. يا سلام، إذا هم كانوا بيعبروا بالطريقة دي، والله كانوا بيعبروا بالطريقة دي، عشان كده كانوا مجتهدين كبار، ولم تظهر حركات الوهابية الضلالية في عصرهم، لأنه هو عصر علم، إذا ظهر العلم وإذا كان هذا العلم منضبط وإذا كان هذا العلم على طريقة الأوائل انتهت الوهابية، لأنه فيروس يظهر عند يعني تلوث الجو، لكن لو كان الجو نقي بالعلماء وبالفكر المستقيم لا تظهر فكرة الوهابية مطلقا. وعملا بخبري كل أمر، وينفع أقول بخبري وخبر، خبري يبقى هو مضاف وما بعده مضاف إليه، يبقى إن منعته من التنوين
جعلت خبر مضاف والجملة اللي بعدها يا مولانا مضاف إليه، ولو قلت بخبر كل أمر يبقى جعلته إيه يا مولانا؟ جعلته بدل، بدل مفصل من مجمل. يا سلام، كل ده الكلام ده قريناه في الحواشي. وعملا بخبري أو بخبر، بخبري كل أمر، وهيبقى بقى عندك كل أمر ديت عبارة عن حكاية. أو بخبر كل أمر ذي بال، يعني هيبقى بدل. لا يبدأ بال يعني حال يهتم به شرعا، لا يبدأ فيه أي في هذا الأمر ببسم الله. ببسم الله فهو أقطع، أقطع يعني مقطوع اليد، ومقطوع اليد قليل البركة. يعني واحد يده مقطوعة هنستفيد منه في حاجة؟ مش هيقدر يعمل حاجة، يبقى هو مقطوع الخير. وفي رواية بالحمد لله، وفي رواية بحمد الله، وفي رواية بالحمد. ايه ده؟ ده الشيخ جمع الرواية كلها اهي. ما هو كانوا برضك يعني لهم قدر وباع عظيم في الحديث. وفي رواية كل أمر لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم، الأجذم هو الذي ذهبت أنامله من الجذام. والجذام هذا داء ومرض يأتي على الجلد فيقطعه ويشققه، والأطراف يعني تذهب بسبب هذا المرض. فالأجذم هو الذي ذهبت أنامله بسبب هذا المرض وهو الجذام. والذي ذهبت أنامله ده يقدر يتحرك، مش هيقدر يكون نتاجه كنتاج السليم، يبقى برضك قليل البركة. رواه أبو داود وغيره وحسنه ابن الصلاح وغيره. ومعنى ذي بال أي حال يهتم به. من اللي يهتم به؟ الشرع. يعني إيه؟ بألا يكون محرما لذاته أو مكروها لذاته، وليس ذكرا محضا. يعني كل ما يسن فيه البداء به ببسم الله إلى آخره هو كل أمر ليس محرما لذاته ولا مكروها لذاته وليس ذكرا محضا. طيب احنا قلنا كل أمر ليس محرما لذاته، يعني المحرم لذاته لا يطلب فيه البداء ببسم الله. واحد رايح يسرق خزنة، مش هو بيفتحها كده بسم الله الرحمن الرحيم هنسرق. لا يطلب منه هذا، ده هذا يعتبر يعني امتهان للشريعة. انت وانت بتعصي ربنا اللي منعك من هذا بتطلب منه البركة فيما منعك منه، يبقى انت متلاعب ومستهتر بالشريعة، ولذلك هذا حرام. واحد هيغتاب احد العلماء بسم الله الرحمن الرحيم، النهاردة هنتكلم في الذات ذات العالم الفلاني، بس الوهابية يقول لك هذا إنما للتحذير منه. إن شاء الله علم علم، انتقم الله منهم. وليس مكروها لذاته. بسم الله الرحمن الرحيم، هنأكل البصل النهاردة وهننزل نصلي في الجامع، لا مش مطلوب، لأن أكل البصل ده مكروه لذاته. وليس ذكرا محضا، زي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، هنقعد نقول الورد وهنذكر، ما نبدأش بالبسملة. ليه؟ لأن الأوراد دي أذكار محضة. طب أخرج بالذكر المحض إيه؟ أخرج بالذكر المحض القرآن الكريم، لأنه من ذكر محض
لأن فيه الأخبار الأمم وفيه الأحكام وفيه أشياء كثيرة. يعني لو أنا اغتصبت ماء من أخونا موسى أن غشية، اغتصبت منه مثلا زي ورحت أصلي بيه، بلاش الصلاة، اغتصبت ماء وهتوضى بيه، ليه بقى؟ لأن الصلاة خارجة، لأن هم ذكروا أيضا في الضابط ولم يجعل له الشرع مبدأ غير الفاتحة. والمثال بتاع موسى خلانا نجيب قيد زائد، هنقول نشرح، مسكت المية واغتصبتها وأنا بتوضى، أسمي ولا ما أسميش؟ بس أنا وضوئي محرم، ولكن هذه الحرمة لا للوضوء وإنما لاستهلاك الماء الذي للغير. ولم يجعل أو مكروه لغيره، أيضا المكروه لغيره يسمى عليه. طب أنا دلوقتي هتوضى وهتوضى 4 مرات، برضك أسمي، بس الرابعة دي مكروهة، بس مكروهة للغير للزيادة. ولا جعل الشرع له مبدأ غير البسملة كالصلاة، الشرع جعل لها مبدأ وهو تكبيرة الإحرام، ولذلك فيما ورد في الحديث تحريمها التكبير وتحريمها التسليم، فقد جعل الشرع لها مبدأ غير البسملة وهو الله أكبر، ولذلك الصلاة ما ينفعش نقول الله بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر. لماذا؟ لأن الشرع جعل لها مبدأ آخر وهو التكبير. يبقى كله ما ليس محرما لذاته ولا مكروها لذاته. قلنا ايه تاني؟ لا، في حاجة قبليه، وليس ذكرا محضا، ولم يجعل الشرع له مبدأ غير البسملة، هذا هو الذي يطلب البسملة فيه. ولا تعارض بين روايتي البسملة والحمدلة، في الحلقة القادمة نتكلم على التعارض ونتكلم على ضرب من هذا إن شاء الله تبارك وتعالى. نسأل الله المولى الكريم أن يفهمنا وأن يعلمنا وأن يفتح علينا فتوح العارفين، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، وهو سبحانه وتعالى حسبنا ونعم الوكيل.